حرصت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء للمجالس الرمضانية في مختلف محافظات المملكة، حرصت على التأكيد بأهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجسدت كافة البوادر والنتائج الإيجابية التي تحققت على أكثر من صعيد بفضل التخطيط السليم والتنفيذ المتقن لسمو ولي العهد وبفضل حرص المواطنين ودعمهم له في تحقيق ما تصبو إليه مملكة البحرين من ازدهار ونماء. يواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه العمل على تنفيذ البرامج التنموية والتطويرية التي تصب في صالح المواطنين والتي تجعل من المملكة واحة خير على الجميع. جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لعدد من مجالس الوجهاء في مختلف محافظات البحرين، وأكد على استمرارية العمل في تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية والتشجيع على استثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو وتحويل التحديات إلى فرص بما يعود بالنفع للمواطن ومستقبل الأجيال القادمة. الرؤية 2030 هي يعني مرصد احنا كلنا نتجه له، ويتخيل لي التحول الاقتصادي اللي يمر في المملكة بالنسبة حق الانتقال إلى اقتصاد غير معتمد فقط على النفط، التنويع الاقتصادي اللي موجود الآن في المملكة اللي 80% من الاقتصاد غير معتمد على النفط، وطبعا التركيز الآن على الميزانية وعلى التوازن المالي، كل هذه تنصب في الرؤية. البحرين استطاعت أن تحقق الكثير منه، التوازن المالي إن شاء الله قادم والاقتصاد في تحسن، ولذلك هذا شيء جميل جدا. والحمد لله أنا حضرت أكثر من مجلس وسمعت صاحب السمو يتحدث عن ذلك، وهذا إنجاز كبير يجب أن نعتز ونفتخر به، ونبارك لصاحب السمو الملكي، نبارك لجلالة الملك، نبارك للجميع، لصاحب السمو رئيس الوزراء على هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق في فترة قصيرة نسبيا. الحمد لله احنا قاعدين نشهد تطورات اقتصادية، وفي استقرار سياسي، في استقرار اقتصادي، في تنمية، وإن شاء الله الكل راح يستفيد منها. مشروعات كثيرة راح تجي، مشروعات خاصة في النفط والغاز، وهذه إن شاء الله مردودها على كل فئات المجتمع. صاحب السمو الملكي ولي العهد أكد أيضا خلال لقاءاته أن البحرين وأبنائها من أهم الأولويات التي تحرص البحرين على تحقيقها، والتشجيع على ريادة الأعمال بما يرفد الاقتصاد الوطني استنادا إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. سمو ولي العهد هو له نظرة ثاقبة للمستقبل، خصوصا في الاقتصاد وفي اللحمة الوطنية، ونظرة دائما يعني إيجابية في الاقتصاد وما لها من مكانة في المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. والآن أيضا احنا يعني فهمنا من صاحب السمو بأن الميزانية صارت على مقومات قوية، وهنالك نظرة مستقبلية في ميزانية متزنة، والكل الشعب والحكومة مساهمين في هذه الميزانية إن شاء الله. الوقت الآن الحمد لله في البحرين نحن وبالنظرة الاقتصادية 2030 وتوجيهات القيادة، وفي هذه التوجهات والتغيرات الأخيرة اللي صارت الحمد لله نحن بخير، خاصة بما حصلنا عليه من دعم كبير من جميع دول مجلس التعاون لدعم البحرين في هذه المرحلة. إن شاء الله أن هذه الفترة يكون فترة تمر بخير على البحرين إن شاء الله، ونحن من خلال لقاءاتنا مع السمو ولي العهد كان في هناك نقاش في هذه المجال،
وكان الأمل كبير بأن البحرين إن شاء الله يعني بتمر على خير في هذه الوقت. الحمد لله خلال آخر 10 سنين نقدر نشوف نسب النمو الاقتصادي قاعدة تزايد حق مملكتنا، وهذه ندل على العمل باتجاه السياسات الاقتصادية المرسومة بيست على الرؤية الاقتصادية طبعا. فطبعا مثل ما قلنا نشوف مصادر تنوع مصادر الدخل حق الدولة، طبعا تركنا التركيز على النفط كأهم مصدر للدخل للدولة، واتجهنا حق مصادر أخرى كالسياحة والصناعة والاتصالات. عملية تنموية مبذولة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال زياراته للمجالس الذي يعتبره الثمرة الحقيقية للتحديث والتطوير، كما رسم سموه ملامح ونهج المملكة نحو مستقبل مشرق يلمس أثره المواطن وينعكس إيجابا على الوطن ويسهم في نمائه وازدهاره وتقدمه. الحمد لله رب العالمين، التمسنا من ولي العهد رؤية اقتصادية جديدة بإقرار الميزانية لسنة 2018-2020 لمدة سنتين، وأيضا وضح سمو ولي العهد أن البحرين الحمد لله تجاوزت الأزمة المالية كانت خلال السنوات السابقة مع إقرار الميزانية من قبل وزارة المالية ومجلس النواب ومجلس الشورى، والحمد لله رب العالمين. أيضا البحرين مقبلة على أمور كثيرة ورؤية اقتصادية واضحة بدعم خليجي من السعودية والإمارات والكويت. الليلة يعني استضافوا صاحب السمو الملكي ولي العهد وتجمعوا في هالمجالس اللي بيزورهم، هو طبعا يعني زار كل مجالس البحرين، وهذا شيء يعني أنا شخصيا يعني تكلمت فيه في المجلس وشكرت يعني صاحب السمو على هالزيارات ذي، على يعني الاطلاع على أمور المواطنين، وتكلم وتحدث في أشياء كثيرة طمأن فيه المواطنين عن الحالة الاقتصادية. هذا وأعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد على زيارته لهم، مشيدين بنظرة سموه المستقبلية لمواصلة التطوير الشامل للمملكة في مختلف المجالات، بما يرفض العملية التنموية لصالح الوطن والمواطنين. لبناء مستقبل واعد والحفاظ على استدامة الموارد، التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد بالوجهاء في المملكة واستمع لأحاديثهم وأفكارهم لتمكين القدرات الوطنية نحو صناعة رؤية مشرقة لأبناء الوطن وأجياله. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.